للحديث بقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سهرة جديدة وللحديث بقية. هذه الحلقات المتجددة التي نناقش فيها عدد من القضايا المجتمعية والفكرية والثقافية وغيرها بصحبة نخبة من المتخصصين والعلماء والدعاة لتفنيد بعض الشبهات وللرد على بعض هذه التساؤلات، لا سيما في هذه الأزمنة التي نرى فيها الهجوم على العديد من ثوابت الإسلام العظيم. في الحقيقة لا نكاد ننتهي من الرد على شبهة إلا وتظهر شبهة غيرها، يعني يظهر هنا كاتب صحفي يطعن في صحابي جليل نرد عليه، يظهر آخر فيطعن في صحابي آخر نرد عليه، فيظهر عمل درامي آخر يطعن في صحابي آخر يتم الرد عليه، يظهر عمل آخر ينكر أساس أو ينكر مسلمات أو ينكر عقيدة في ديننا كعقائد كثيرة جدا جدا من عقائد أهل الإسلام. شبهات كثيرة جدا تحتاج منا مشاهدينا الكرام بالذات من الآباء والأمهات أن ينتبهوا لهذا الخطر الداهم الذي نراه كل يوم وليلة. ناخد بالنا من أولادنا جدا جدا جدا، نركز معاهم، ننتبه لهم، نربيهم على القرآن والسنة وعلى حب العلماء وعلى حب الدعاء حتى لا يتخطف الأبناء من بيننا ونحن لا ننتبه. حلقة جديدة مع حضراتكم نسعد ونشرف فيها بصحبة داعية كريم ينضم إلينا عبر الهاتف فضيلة الدكتور عمرو نور الدين. يا مرحبا دكتورنا الحبيب. حي الله الحبيب الغالي الدكتور أحمد. رضي الله عنكم. الله أسعدتنا يا سيدنا في هذا الموسم بهذه الإطلالة معنا في هذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إطلالة خير وبركة يا رب العالمين. شرف لي أن أكون معك على هذه الشاشة المباركة. نشرف ونسعد بك دكتور عمرو، رضي الله عنك. آمين. اللهم آمين. دكتور عمرو، مشكلة الشبهات، يعني دايما بنلاقي بعض شبابنا بيسألنا باستمرار، يعني بعض شبابنا دائما ما يسأل عن قضية الشبهات، نرد على شبهة نلاقي شبهة غيرها، المرة دي شبهة عن صحابي، المرة الجاية شبهة عن تابعي من التابعين، المرة بعدها شبهة عن البخاري، شبهة عن مسلم، شبهة عن الأئمة الأربعة، شبهة عن الفقه، شبهة عن كتب التراث، كل شبهات لا تنتهي. ما ننتهي من الرد على شبهة إلا وتطرأ شبهة جديدة نحتاج إلى أن نرد عليها. السؤال اللي عاوزين نسأله لحضرتك في البداية، لماذا توجد الشبهات؟ لماذا تثار كل هذه الشبهات؟ بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعني أضيف على سؤالك دكتورنا الكريم. نعم. أو على ما تفضلت رضي به الله عنك تفضل، هو إنه الشبهات مستمرة ونضيف عليها ولم تنتهي. سبحان الله. لأن الشبهات بدأت مع بداية الإسلام. نعم. ولن تنتهي حتى يعني يأذن الله سبحانه وتعالى بنهاية الدنيا كلها. نعم. الهدف من الشبهات زلزلة إيمان الناس وزعزعة يقينهم وإخراجهم عن الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله. فضلتك بيسأل لماذا تثار الشبهات؟ نعم. الشبهات بتثار بأحد طريقين. إما أن يكون مثير الشبهة باحث ومفكر ويبحث عن الحق، وقعت أمامه شبهة معلومة مش فاهمها فأثارها، فالشخص اللي بيبقى زي كده بيكفيه أو بيكفيه أن تحل له هذه المشكلة. نعم. وأنك ترفع عنه الشبهة بيرجع إلى الحق مباشرة. الفكرة الثانية دكتور أحمد، وهو الذي نعاني منه من أول لحظة أعلن فيها رسول الله أن صلى الله رسول عليه وسلم. الله نعم. إلى أن يرث الله الأرض من عليها وهم الفقدة. والفقدة مهمتهم إثارة الشبهات. نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. سبحان الله. فمهمة هؤلاء أن يثيروا الشبهات. كان في العهد النبوي كان الهدف من إثارة الشبهات ضد الناس هو منع الناس من دخول الإسلام. نعم. يقولون محمد مجنون بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كاهن شاعر كذا. فكان الهدف منع الناس من دخول الإسلام. نعم. اليوم يا دكتور أحمد الهدف صار هو تشكيك المسلمين نفسهم اللي هم في الإسلام، أن يشكوا في إسلامهم وأن يخرجوا منه. نعم. إما أن يخرجوا إلى أي دين آخر وضعي أو أن يخرجوا منه بالإلحاد. لما يفقد ثقته في دينه بيلحد. نعم. كان زمان اللي بيثيروا الشبهات يا دكتور أحمد في عهد النبي كان مجموعات بسيطة. نعم. هم المشركين أبو جهل أبو لهب عتبة بن ربيعة الوليد
ناس كفار معروفة، معروف كفرهم، لكن اليوم للأسف بعض المسلمين صاروا هم من يثيرون هذه الشبهات صحيح. حول الإسلام. نعم. زمان كان مثير الشبهات دول ما كانوش بيجدوا دعم ولا عون، نعم، كانت اجتهادات شخصية. لا، الآن انت عندك في مؤسسات، صحيح، وعندك في نوادي، وعندك لا مؤسسات عالمية يقوم على دعم هؤلاء، ودعم مالي رهيب، ومؤسسات عالمية وقنوات فضائية كبيرة تتبنى الفكر والأيديولوجية. طبعا لما إعلامي كبير زي الدكتور المرازي يعلن، وده على مسؤوليته، احنا ذمتنا بريئة، الموضوع ده في ذمته. نعم. يعلن انه الدولة الأمريكية تعلن عن ميزانية ضخمة 50 مليون دولار أمريكي لبرنامجين لاثنين من الإعلاميين المعروفين بنشر الشبهات في بلاد المسلمين. يبقى ده لازم يقلقك. صحيح. فإذا اللي عايز أقوله لفضيلتك إنه لماذا تثار الشبهات علشان أنت ما تبقاش مسلم؟ يراد لك ألا تكون مسلما، هو أنت مطلوب منك تبقى أي حاجة تانية. عايز تبقى بوذي ماشي، عايز تبقى بلا دين مرحب بيك، عايز تبقى ملحد ما فيش مشكلة، لكن تريد أن تكون مسلم تعتز بدينك وتقيم الولاء والبراء وتحمي يعني بيضة المسلمين، لأن الإسلام عزة يا دكتور. طبعا طبعا عزة. طبعا نعم. الإسلام يقبل أنفة والدون. نعم. الإسلام عزيز، لكن أنك تكون مسلم هذا هو المرفوض. صح. لذلك يثيرون علينا الشبهات. نعم. طيب دكتورنا الحبيب، يعني هذه الشبهات محتاجين جدا جدا يعني علماءنا ودعاتنا يردوا عليها، وحضرتك ما شاء الله دكتور عون نور الدين، ومعنا ايضا في البرنامج يعني العديد من الدعاء، الدكتور هيثم طلعت والدكتور حسام عاقل والشيخ محمد الخزرجي والدكتور رامي عيسى، ونخبة كبيرة حقيقة يعني معنا في هذه الحلقات وهذا البرنامج المبارك يردون على هذه الشبهات. لكن عاوزين نقول، تقول ايه يا دكتور عمرو للشباب اللي بيسمعنا الان، الشباب والفتيات الذين يسمعوننا الان، ايه رد الفعل الطبيعي اللي يكون تجاه هذه الشبهات ليسلموا انفسهم ويسلموا قلوبهم من هذه الترهات التي تعرض ليل نهار؟ رد الفعل الطبيعي من اي شاب مسلم عايز يحافظ على دينه بخاف ربنا، نعم، ان يمتثل قول الله تبارك وتعالى، الله تعالى، ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، نعم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عندك معلومه اثيرت فيها شبهه، فيها حاجه انت مخك مش قادر يستوعبها، نعم، ما تتعجلش. صحيح. خذ المعلومه، اذهب لبعض اهل العلم الثقات، اعطيه الشبهه، قل له لو سمحت جاوبني عليها. نعم. رد المعلومة إلى عالم، والعالم هيزيل عنك الشبهة ويعرفك إن اللي بينثروا الشبهة مجرد كذابين يا دكتور أحمد. نعم. دكتور أحمد للأسف الشديد يؤسفني بما إني في المجتمع ده أقول لك إن إحنا بنحارب حرب غير شريفة. سبحان الله. حرب تفتقد إلى أدنى درجات المهنية والشرف والكرامة. نعم. خصمك عنده استعداد يكذب عادي. صحيح. جدا. صحيح. نعم. وانت كمسلم ما تقدرش تكذب. نعم. قسمك عنده استعداد يعني يقتطع بعض الكلمات من بعض الكتب ويغيرها عشان يخدم الشبهة اللي عايز ينشرها، وانت ما تقدرش تعمل كده. نعم. فبالتالي انا نصيحتي للشباب، لا تتعجلوا عند سماع شبهة من هؤلاء الذين لا يرعون في مسلم الا ولا ذمة. نعم. خد المعلومة واذهبوا إلى أهل العلم. وقبل ما توصل لك الشبهة أخي الساب الحبيب، رحلة يا دكتور أحمد، أسف لو طولت على فضلك. لا لا بالعكس، بالعكس دكتور. نعم طبعا. قبل ما تاخد المعلومة من واحد من هؤلاء، لا تدخل عليه أصلا. لا تسمع له أصلا. صحيح. صحيح. ما تسمعش، ما تدخلش عليهم. نعم. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. نعم. حتى يخوضوا، حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. إنكم إذا مثلهم. والعجيب الختام الآية دكتور أحمد، رب العالمين يقول إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سبحان الله. معلش، هو مين أخطر، المنافق ولا الكافر يا دكتور أحمد؟ المنافق. نعم. مين يا دكتور؟ المنافق. المنافق أخطر. صح. لأنه صح. بيتكلم بلسان المسلمين. بالضبط. يلبس مسوح المسلمين، اسمه. نعم. زي اسم المسلمين. بيتعامل على إنه مسلم. نعم. وليس له هم إلا أن يطعن في هذا الدين بنشر. نعم. الشبهات فيه. صحيح. إذن أخي الشاب، لا تجلس معهم،
فإن وصلك شيء من كلامهم خذ كلامهم وروح لأهل العلم هم اللي يحلوا لك المسألة. نعم. طب هنا دكتور عمرو نقطة حقيقة يعني دائما أفكر فيها، وحضرتك بتتكلم عن مسألة الخصم الغير شريف في النزاع، يعني هو رجل افتقد لكل معاني المصداقية وكل معاني المهنية وكل القيم في الحقيقة التي نتحدث عنها، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني هذا المجرم الذي يكتب في ظهر بطاقته أنه مسلم ثم يطعن في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويطعن في الصحابة الكرام وفي التابعين ومن سار على طريق بإحسان، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هل يعني هؤلاء الناس انعدم الدين داخل قلوبهم؟ شوف يا دكتورنا الكريم، يعني خطابنا مع هؤلاء ما ينفعش يكون شرعي بحت زي ما حضرتك بتتفضل، سبحان لأنه الله. لما تدرس شخصية الناس دي أولا نعم بعضهم إما أنه يعني زي ما بيقولوا كده بلغة العصر عميل مدسوس، دي نعم مهمته أصلا، اه يعني فكرة الأسرة والكلام ده أصلا مش في دماغه، مش في دي دماغه. مهمته، دي غايته، هو اتربى واتكبر واتصرف عليه واتعمل منه بني آدم علشان يوصل للمرحلة اللي يطعم فيها في دين الله عز وجل، سبحان الله تعالى. فهو شايف إن هو بينصر القضية اللي اتربى ليها أو عليها طول حياته. نعم الأمر الثاني إن أحيانا بتكون الدنيا أكبر بكتير قوي من تفكيرنا إحنا كإخوة، صحيح يعني صحيح المغريات الدنيوية أكبر بكتير، نعم ولذلك ربنا العالمين سبحانه وتعالى سبحان قال رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ما هو هي دي المشكلة، نعم إن هو رضي بوضعه، رضي بالمصاريف، رضي بال50 مليون دولار اللي جاي له من أمريكا، رضي بالشهرة، رضي بالنوادي وباللوبي وبالرايترز والنوادي المعروفة إياها، نعم رضي بيها خلاص اطمأن بهذا الأمر. علشان كده كان في بعض الحكم بيقولوا إيه، بيقولوا كثرة البطح تزيد الانبطاح. صحيح. يعني أحيانا بعضهم بيبقى مساق في إنه ينشر ما يطلب منه رغم أنفه برضه، نعم يعني ليس له طريق للرجع. ليه؟ لأن كثرة البطح التي في رأسه زادت انبطاحه وأجبرته على خلاص، أن يستكمل وصل المشوار لمرحلة، الأخر، وصل لمرحلة لا يستطيع الرجوع فيها، يعني لا يمكن أن يرجع إلا أن يأذن الله عز وجل بتغيير قلبه وأن يقوي عزيمته على شيطانه. يعني نعم نعم طيب دكتورنا الحبيب، يعني حضرتك اللهم بارك، يعني نشاطك على السوشيال ميديا محمود، وحتى نشاط حضرتك معانا في قناة الندى بهذه المداخلات وهذه البرامج المباركة التي تقدمها معنا، نشاط عظيم جدا للرد على الشبهات وتفنيدها ودحضها وما إلى آخر ذلك. إيه الرسالة اللي حضرتك بتوجهها للشباب بالذات اللي انت حضرتك بتشوفهم كتير جدا بيكلموا أكيد حضرتك على السوشيال ميديا، بيحاولوا يتواصلوا معاك للرد على الشبهات التي عندهم التي تأتي إليهم، ماذا تقول لهم وهم يشاهدوننا الآن؟ أقول لهم يا دكتور أحمد، أولا أنا بشكر فضيلتك إنك دايما بتتيح لي الفرصة إن أنا أكون لا مع لا ده فضيلتك، احنا وهذا بنشرف شرف بحضرتك، لي أنا أسعد به، بنشرف بحضرتك يا دكتور عمرو، والله ربنا يرضى عنك، وقناة الندى شرف لأي حد، رفع ربنا الله يبارك قدرك يا دكتور العاملين محمد. عليها اللهم والقائمين آمين، عليها. اللهم آمين وإياك. بخصوص السبب سلمك الله، آمين. يعني أنا عايز أقول لهم ثقوا في دينكم، نعم والله الذي لا إله غيره، لو كان في ديننا ذرة شك ما لجأ العدو إلى الكذب عليه والتلفيق فيه. نعم يا دكتور أحمد، أنت صحيح. النهاردة لما يكون عمرو نور الدين ده بيغلط في كذا وكذا كذا، أنت هتحتاج أنك تلفق عليه تهم، ما لا لا يكفي أنك صحيح تنشر غلطاته وخلاص. صحيح صحيح. لكن لما تجد الخصم ليس له هم إلا أن يلفق الكلمات أو نعم يجتزئ من السطور علشان يشوه صورة دينك، يبقى لازم تعرف أن دينك قوي جدا جدا. نعم الحاجة الثانية أخي الشاب الحبيب، لازم يكون عندك مرجعية، لازم يكون عندك حد تثق فيه من أهل العلم، نعم. من أهل الدعوة، إذا سمعت شيئا راجعته فيه، نعم. معلومة وقعت أمامك تسمعها منه، تعيد هذه المعلومة عليه لعله يصلح لك، نعم. فساد تم نشره عليك. الأمر الثالث يا دكتور أحمد، إنك تعرف إن إحنا في حرب يا أخي الحبيب، صحيح يا أخي الشاب، إحنا في حرب، وهذه الحرب ليست حرب شريفة، نعم، وأعداؤنا يتلونون لحربنا بكل سبيل، نعم، مرة يظهر لك في صورة العدو المباشر، فلما يلاقيك صلب وصعب على العدو المباشر يعمل نفسه مسلم زيك بالضبط، ويلبس مسوح المسلمين ويتسمى باسم المسلمين
وينشر نفس اللي كان العدو المباشر بينشره، بس صحيح. الآن بينشره باسم مسلمين. نعم. لازم تكون عارف عدوك، ما بينامش الليل مع النهار، مهمته كلها أن يفسد عليك دينك. نعم. يمشون على المبدأ القائل: إن لم تستطع أن تجعله غير مسلم فيكفي أن تجعله، يعني إن لم تستطع أن تجعله معنا دين معين، هو اللي عندهم المبدأ ده يعني، مش عايز أقول اسمهم. نعم. بيقول إن لم تستطع أن تجعله معنا فيكفي ألا تجعله مسلما، كفاية خليه ملحد، خليه بلا دين، إنما طول ما هو مسلم هيكون أسرة وبال عليه. هكذا قال القرآن هكذا يعني: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. نعم نعم يا دكتور، هذا هو يريدون بكل سبيل أن يفسدوا شباب المسلمين. طيب هو مش قادر يدخل شباب المسلمين في دينه لأن دينه غير مقنع. نعم. أخرج من التوحيد إلى التثليث إزاي؟ اديني عقلك. طب ما يعرفش. نعم. يقول لك خلاص بلاش يدخل عندي، بس يكفي إنه ما يبقاش مسلم. ضيعوا بقى بالشبهات، ضيعوا بالشهوات، بالمغريات، المهم ألا يكون مسلما على الجادة. نعم. لذلك استمسك بدينك أيها المسلم، واعلم أن دينك عظيم جدا بفضل الله. نعم. رضي الله عنك دكتورنا الحبيب دكتور عمرو، حقيقة يعني أمتعتنا بهذه المداخلة وبهذه الكلمات، جزاك الله عنا خيرا دكتور عمرو نور الدين. وجزاكم عني خيرا دكتور أحمد، اللهم. وشكر الله لك أن أتحت لي هذه المداخلة. نشرف ونسعد دائما بحضرتك، شكر الله لكم دكتور عمرو وبارك فيكم. أحبابنا الكرام مشاهدينا في كل مكان، حقيقة قضية الشبهات، هذه القضية الخطيرة تحتاج إلى أن ننتبه إليها. وكان في المداخلة دكتور عمرو نور الدين أشار إلى نقطة في غاية الأهمية، أن يشرف الإنسان بدينه وأن يستمسك بدينه وأن لا يصدق هذه الشبهات وأن لا يستمع إليها، لأن هذه الشبهات تفسد الإيمان في الحقيقة وتجعل العبد بدلا من أن يتفرغ إلى العبادة أو يتفرغ إلى نفسه وحاله وإصلاح سلوكه وتزكيته، يبدأ ينتبه إلى هذه الشبهات ويبدأ يسمع إليها ويبدأ يبحث عمن يرد عليها فيضيع دينه في الحقيقة. لو أنك نظرت إلى أحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة الكرام، دائما كان يؤكد عليهم مسألة التمسك بالاعتقاد، حتى في مكة وفي رحلته في المدينة المنورة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، دائما يؤكد لهم على عقيدتهم الصلبة المتماسكة التي لا بد أن نفخر بها كمسلمين. دائما ما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغرس في الصحابة الكرام حبهم لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبهم لشريعة الإسلام، حتى يكونوا من المتمسكين بها، من الفخورين بها، ولذلك وفقهم الله سبحانه وتعالى وكتب لهم الله عز وجل توفيقا وسدادا، ويسر الله عز وجل لهم إمارة هذه الدنيا بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، فما باعوا هذا الدين وما ضيعوه وما بدلوه وما وافقوا وما رضوا أبدا أن يطعن في ثوابت الإسلام في حياتهم، رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. سلسلة طويلة من الشبهات ليل نهار، من خلال التلفزيون، من خلال السوشيال ميديا، من خلال الكتابات، لكن كل ده بيخلينا دائما إخواننا الكرام ما نرجع ونقول إن الإسلام مهما وجهت إليه من سهام ومهما وجهت إليه من شائعات وحروب، إلا أنه بفضل الله رب العالمين ينصره الله سبحانه وتعالى، يزداد الإسلام رفعة، يزداد عدد المسلمين أكبر وأكبر، الإسلام هو رقم واحد في العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.